السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أخواتي في قناة أم رؤية للخياطة والتطريز مع موديل جديد للبنات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أخواتي في قناة أم رؤية للخياطة والتطريز. واليوم حندير مع بعضنا ربة صغيرة بأسهل طريقة، ربة تاع فراشة. البنت في عمرها عام عامين. نحتاج فيها 60 سنتيمتر قماش، 60 على 60، ونحتاجو لي بوبون هذو الألوان. دوكا نوريكم الطريقة بالرسم وبعد نفصلو بعضنا. أخواتي كما راكم تشوفو في الرسم، عندنا القماش الفرق تاعو 60 سنتيمتر ومنا 120. كي نطويوه بالطريقة هذه، كي نطويوه هذا ونجيبوه لهنا، نتحصلو على ولي 60 على 60 سنتيمتر. كيف نديرو القماش؟ نجيو هنا عندنا الجهة المفتوحة وهذه الجهة المغلوقة. أول حاجة نديروها نزيدو نطويو على 2. كيما كي نطويو هنا، هنا نطويوه على 2، ومن بعد نزيدو نطويوه على 2، يولي على 4 هنايا. كيما نطوي هنا على 4. اول حاجه نديروها نجيو الجهه المغلوقه من هنا لهنا، نقيسو 3 صباع ومن 3 صباع، ونرسمو فتحه الرقبه. هذه هي فتحه الرقبه تاعنا. نزيدو نجيو الميل الكتف، نحيو نديرو 2 صباع ونقيسو من هنا، نرسمو خط مستقيم مائل حتى لفتحه الرقبه كما راكم تشوفوا، باش نقصو ميل الكتاف. نجيو لتحت للفستان، نقيسو دائما في الجهه المفتوحه من لهنا 7 صباع، ونديرو الانحناء هذا اللي نخشو بواحد 3 صباع هنا في الزاويه 3 صباع، ونرسمو الانحناء هذا باش نتحصلو على ربة تاع فراشه، ربة فراشه البنت في عمرها عام ولا عامين. دركا نطبقو في طاولة التفصيل وباش تفهموا عليا. القماش كيما راكم تشوفوا فوق الطاويله، منا لهنا 120، والعرض تاعو هكا 60 سنتيمتر. نطويوه بالطريقه هذه، نجيبوه كيما هكا، تعود عندنا هذه هي الجهه المغلوقه من فوق. ربة سهله جدا وحلوه وباهيه، اللي عندها بنت تقدر تطبقها على الكبيره مع الصغيره. انا ندير لكم نموذج الصغير باش يجيكم ساهل وفي نفس الوقت تفرحوا بناتكم الصغار. وانا مادام عندي بنت صغيره ندير لها، وفي نفس الوقت نشارككم في التفصيل تاع الاعمال تاعي. الطريقه هذه كما وريت لكم قبيل، طويو على 4 كيما هكا، نقيسو 3 صباع منا، وعندنا منا عندنا من الجهة المغلوقة المفتوحة 3 صباع، وعندنا منا 2 صباع، ونزيدو نجيو لهنا للذراع 2 صباع، ونرسمو خط مستقيم. نقصو الساعة بالطريقة هذه فتحة الرقبة مع ميل الكتف. نجيو دوكا للفستان نتاعنا من التحت، نقيسو 7 صباع، نديرو خط هنا، ونخشو ب3 صباع، ونرسمو الانحناء هذا اللي وريتهولكم قبيله في السبوع. نقصو الفراشة تاعنا بدات تبان، حصلنا عليها الطريقة هذه.
دونك نحيو الخلف، يبقى لنا فتحة الرقبة من الأمام. الآن باه نديرو فتحة الرقبة نقيسو 8 سنتيمتر، 8 ولا 9 سنتيمتر، ونرسمو فتحة الرقبة كما راكم تشوفوا معايا، ونقصوها. حصلنا على هذا الشكل، هذا الأمام وهذا الخلف. قالنا دركا نسجفوها فقط كما راكم تلاحظوا. نجيبو دركا الطرف اللي بقى من الطول ونحطو فتحة الرقبة الأمام ونلصقوها بالزيبانجل. صح هذه المره ما نديروش لافيزين رقيقه، نسجفو غير بالكتان لانها طفله صغيره، ونقصو ونزيدو نقلبو التسجاف من التحت، نعدلوه ونقد بعضاه ونقصو. نفس الطريقه نطبقوها على الخلف، نحكمو بالزيبانجل ونسجفو الخلف تاعنا كالعاده كيما الكبار، ونقصو قيم 3 صباع برك عرض السجاف 3 صباع. نزيدو نقلبو ونعدلو السجاف بالطباشير قد بعضها 3 صباع ساير داير، ونقصو كيما راكم تلاحظو. دركا نبداو نسرجوها خير ساير داير، جينا الخدمة ساهلة خلاص. نبداو بالسجاف ومن بعد نسرجوها ساير داير، الامام والخلف مع بعض كما راكم تشوفوا. لاسورج هي اللي تسهل لكم العمليه في الحاله هذه بكل بساطه. نبداو نخيط عادي فتحه الرقبه كيما موالفين، كي نخيطو نكرونتيو ها كيما راكم تشوفوا كرونتيو، ونقلبو السجاف تاعنا، نديرو لها زوز خياطات، نعاودو لها الخياطة كيما راكم تشوفو، ونزيدو نحكمو السجاف تاعنا قيمة 2 صباع باش كي نغسلو القندورة ما يطلعش على الرقبة. تحكمو بيديكم برك، تقدرو نتوما تحكموها بلي زيبانجل، هذاك السجاف تحكموه بلي زيبانجل من التحت، أو الطبطين هذا تحكموه بلي زيبانجل، وتعاودو عليه بالخياطة من الفوق، تجيكم العملية سهلة. كما راكم تشوفوا فيها فين يا مليح هايلة. نفس الطريقة كالعادة نجيبو الأمام نحطو عليه الخلف لوجه على لوجه، ونلمو بالسجاف تاع الخلف نلمو بيه الأمام كما راكم تلاحظوا. نديروها وكأنه ساندويتش في النص، ونحكموه من فتحة الذراع لفتحة الرقبة بليزيبانجل في الجهتين. انا حاولت نسرع لكم الفيديو باش ما يكونش الفيديو تاعنا طويل. نحكم بالزيبانجل كيما هكا ونخيطوا الجهتين مع بعض، تجيكم سهله مهله. تخيطي وتنحي الزيبانجل بهذه الطريقه، كي نكملوا الخياطه نقلبوا القماش بالطريقه هذه، الركبه تاعنا بالطريقه هذه، ونزيدوا نحكموا السجاف من الخلف قيم 2 صباع باش كي نغسلوا القندوره ما يخرج السجاف كيما راكم تشوفوا، ما يقعدش طالع. نحكموا بالخياطه عرض 2 صباع ونتبعوا بالماشينه. نتوما قادرين تحكموا بليزيبانجل وتخيطوا تجيكم سهله.
دركا نكفوها ساير داير. نبداوها من فتحة اليد بالطريقة هذه ونخيطو قيمة 1 سنتيمتر خياطة، نتبعوها حتى الانحناء هذا بشوية. بعد ما كفيناها اخواتي حبيباتي لصقنا لي بوبون تاعنا ها كيما راكم تشوفوا ساير داير. اول حاجة نديروها قبل ما نغلقوا فستان في الجهتين واش نديرو؟ نقلبوا، انا ما كفاتنيش شويه، مازال ما كفانيش، كاين شي نلصق لها. نقلبوا القماش تاعنا بالشكل هذا، الدنداره تاعنا بالشكل هذا، نجيو هنا فتحه الرقبه، نقيسوا من فتحه الرقبه لدائره الخصب هنا، نديروا خط 22 سنتيم خط افقي كيما هاك، قيسوا منا ربع صباع ومنا ربع صباع، نرسموا خط افقي. الخط الافقي هذا اللي رسمناه لازم يجي قد قد كيما هنا شبر، نديكم سنتيمتر خير، نقيسو 22 سنتيمتر، نديرو نقطة، نزيدو من الجهة الثانية 22 سنتيمتر، نوصلو بخط، نرسمو خط مستقيم أفقي حتى الجهتين. البلاصة هذه تاع الخط هذا حنجيبو طرف استيك تاع 1 سنتيمتر فيه 22 ولا 23 سنتيمتر ونخيطوه له بالشكل هذا باش نكمشو بيه الفستان تاعنا، واحد للأمام وواحد للخلف. نفس الطريقة نطبقوها على الخلف، نقيسو 22 سنتيمتر فتحة الرقبة، نرسمو خط أفقي، تبقى لنا ربع صباع، ربع صباع منا وربع صباع منا، ونوصلو لخط مستقيم هذا. هذه الخدمة نديروها من الداخل هكا، نكمشو فستان تاعنا وكنجيو نخيطوها. نجيو لنقطة البداية ونحطو لاستيك تاعنا كيما هكا، نطوطو لاستيك نحكمو بليزيبانغ، نبداو نخيطو الساق نحكموها بالماشينة، من بعد نطوطو كيما هكا لاستيك ونخيطو. دائما نديرو بنداري غرزة الأمام والخلف باش نمتنو بها الخياطة. أخواتي الفستان راه دايبان، قالوا دركا غير نقفلو منا لهنا، أنا نحكمو بليزيبانغ البرك، ندير قيمة 7 صباع ونبدا نحكم من فوق لاستيك هكا باش ندير فتحة الذراع.
سبع صباع، منا لهنا سبع صباع، ونبدأ نحكم ديزي بانجل تاعي الأمام والخلف مع بعضهم حتى له، منا لهنا نعدل ونخيط. هكا بنت معايا الفراشة تاع الطفلة الصغيرة كل وضوح، نحكمها ونخيطها دركا نخيطو. كل ما نحيو نقابية نخيطو حتى نوصلو للأسفل كيما راكم تشوفو فيا، نفس الطريقة كملوها كملو بها الجهة الثانية، وهكا نكونو كملنا الفستان تاع الفراشة تاع بنت من عام لعامين. هنا خيطو بكل سهولة وبساطة. أخواتي الربطة راهي كملت، جات بسم الله ما شاء الله، بس بنتي بالصحة والهنا. هاي كيف هاي من الخلف، هاي لا هذه تلبس ليكات ولا ربطة كما تحبون انتوما. الآن حبيباتي اللي عجبوا الفيديو نطلب منه يدير مشاركة وفعل الجرس، يدير نجام كومنتير، بارطاجيه لنا مع الأصدقاء والأحباب تاعو في وسائل الاتصال. وإلى اللقاء أخواتي، نتلقاو إن شاء الله في الفيديو المقبل بإذن الله.